ما تشاهدون هو حال عاصمة الثقافة العربية قسنطينة التي لبست بدل برنوس الثقافة برنوس قمامة، والصور أبلغ عن التعبير، أو هكذا يقول أبناء المدينة المغمورين برائحة الأوساخ. محسوب قسنطينة لي بوبال ما يشربوش المدينة خلاص. يخي عاصمة الثقافة العربية بصروا تشوف أخويا حاشاك الخماجات وتشوف الوسخ اللي هنا والشعب ما يريكلاميش ما يهدرش ما يديروش حملات تنظيف. ملايير ضخت لتكتسي مدينة الجسور المعلقة ديكورا يليق بعاصمة مثل عاصمة الثقافة العربية، إلى أن الأخيرة تحولت إلى مكب للنفايات، وهو الأمر الذي استاء لأجله المواطنون القسنطينيون. هادو الناس اللي يطيشوا أخويا نقولوا ربي يهديهم. صارفين عليها الملايره كاع تشوف زيما، بال واحد يجي عايله بار اكزومبل تجي تريح هنايا يريح راسو، ما على باليش انا يجي من الخدمه مع العشيه يجي يريح راسو يلقى بوبال هنا. الشروق الاخباريه حولت التقرب من مديريه النظافه والبيئه لبلديه قسنطينه الى ان الامر تعذر علينا، في حين يبقى الاهمال يطال حال هذه المدينه، ويبقى السؤال مطروحا، من المسؤول عن كل هذا اياما قبل اسدال ستار عاصمه الثقافه العربيه؟